ثالثا رحم الله أمواتكم. يا الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان، تقبل الله صالح الأعمال. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم مد لنا يد العون، أقبل علينا بوجهك الكريم، انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة من عندك، نستوجب بذلك غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وشفاء المرضى من أوصانا بالدعاء والمنظورين وجرحانا ومرضى هذا الوباء والبلاء. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده. اللهم اقض حوائجنا بحق محمد وآل محمد، اطلبوا حوائجكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. يا صاحب العصر، الندب إليك سيدي، الشكوى إليك يا ابن رسول الله. يا صاحب العصر، أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد. يا صاحب يا العصر، أدركنا
فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد. عذرا على الطريق سيدي عذرا. طالت علينا ليالي الانتظار، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد؟ كم يعقوب عين عليك سجار، كم يعقوب عين عليك سجابة ويا يوسف المثلك طوغ الغيار. كم يعقوب عليك ليسجب العبرة وعين طلعتك يا ابن الحسن تبرام، وطالت غيبتك يا يوسف الزهرة. أنا ما أحكي لك سيدي، ما أوصف لك، بس أنت أعلم بنفوس الناس، وانت اخبر بمشاعر الناس، وانت تدري شنو موجود بوجدان الناس، قلوبهم لمن تهفو وقت الازمات، بمن يفكرون لما تشتد عليهم الفتن، لمن ينظرون؟ ينظرون اليك سيدي، يتطلعون اليك. جم يعقوب عليك ليسجب العبره يا وعين طلعتك يا ابن الحسن تبرم، وطالت غيبتك يا يوسف الزهرة. وصبرك ما طفاح يا المهدي خنياب، كم ثار لك كم ثار، نعد نحصي ثار الدار، لو ثار الوقع بالدار، لو ثار الضلع والعين والبسمار، لو ثار الضلع والعين والبسمار. لخصها سيدي، ترى الكل هد علينا وفزع ذيابك، اي ترى الكل هد علينا وفزع ذيابك. راح اقرا لك هالبيت سيدي. ما بين وحزن خلصنا الأعمار. هذا ملخص حياتنا سيد، هذا ملخص عيشتنا، هذا ملخص واقعنا. هذا ما بين آهات وحزن خلصنا الأعمار، كل جمعة ننتظرك تجي، ك
كل جمعة ننتظرك تجي يا صاحب الثار، يا صاحب الثار، يا صاحب يا صاحب. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم يا الله. اطلبوا حوائجكم. حاجة الأولى إليه حاجة والديك، حاجة مؤمن. اللهم يحفظ هذا البلد ويحفظ هذا المجتمع ويحفظه من الفتن ويخلصه من الأزمات بحق هذه الغربة التي يعيشها صاحب الزمان، والكربة التي يعيشها صاحب الزمان، والشدة التي ترافقه مئات السنين إلى أن يحين وعد الله. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير. آمين رب العالمين. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة 46 من سورة الأنفال. الإشارة الأولى أحبائي فالدلالة وجدانية، أنه الناس بصورة عامة والمجتمع المؤمن بصورة خاصة يتحدون أحياناً في جانب، وفي بعض الأمور عندما تكون هناك أزمة أو تكون هناك فتنة أكو شيء من الاتحاد، أكو شيء من الاتفاق ببعض الأمور، أعرض لك منها قليل. الناس تفكيرهم مختلف، الناس دينهم مختلف، الناس إيمانهم مو متفاوت. هذا ممكن نقيس الإيمان المتفاوت في المجتمع المؤمن، لا، الناس إيمانهم أكو ناس مؤمن أكو ناس كافرة، واقعا مو متفاوت، متضاد. والناس أيضا أمزجتهم تختلف، والناس أيضا أهواءهم تختلف، الناس علاقتهم هم تختلف مع السماء مع الأرض، هذا كله واقعا ملحوظ. فلما يكون هذا كله موجود
من الصعب جدا أنت أن توحد الناس على شيء، إلا السماء تختص، إلا السماء تختص بآلية وتختص بأشخاص يجمع الناس، هذا شغل السماء مو شغلنا أنا وياك. حتى قيل من ثمرة ذلك أن رضا الناس غاية شنو؟ لا تدرك، لأنه اختلافهم على قدم وساق. المجتمع المؤمن لا، أكو بعض الميزة بي علاقته بالسماء هسه حتى ولو ظاهرا، ولو ظاهرا علاقته بالسماء يتفاوت في إيمانه. واحد إيمانه يقعد الصلاة الصبح، وواحد لو تبيته بالجامع ما يصلي صلاة الصبح، إيمانه متفاوت. عمار مقرون بالإيمان من رأسه إلى قدمه، وكانوا يصلون خلف النبي، يبتسم بوجهه يطلع ورا النبي يأخذ غيبة النبي يطعن بي، هذا ما نسميه مؤمن. إنهم آمنوا، القرآن شو يقول؟ ثم كفروا. واقعا يعرضهم القرآن بصور كثيرة، ويمكن ليلة أمس عرضت لك 3 نقاط في خصوص معركة الأحزاب. فالمجتمع المؤمن مع تفاوته هم أكو صفة أخرى تقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، يعني هذه هم لون من التفاوت. مع ذلك المجتمع كناس من جهة صورة عامة، والمؤمنين بصورة خاصة بالأزمة يشتركون ببعض الأمور، بالفتنة يتحدون ببعض الأمور، وهي هذا من باب الوجدان، أنه أول شيء اللي هو يلعب دور كخطوة أولى مشخصين أم ماكو تشخيص، يعني الاحتكام للعقل موجود وأكو تمييز. أنا أتذكر العام ضربت فد مثال للتمييز أعيد للفائدة، قلنا هذا لونها أبيض وهاي لونها شنو؟ أسود. أكو مشكلة بالتمييز؟ ماكو مشكلة، بس تعال ميز لي بين هذا السواد وهذا السواد، يرد لك شغل، يرد لك دقة، يرد لك شوية شنو؟ يكون عندك قدرة على التمييز، ويكون عندك قدرة على أن تميز بين الأفراد. زين، إذا أكو نظام اسمه نظام المؤامرة، هو متقصد أن يسلب الإنسان قدرته على التمييز. هاي شلون؟ هاي محنة. إذا أكو نظام مؤامرة، هاي من الأمور اللي يشتركون بيها الناس ويشتركون بيها المجتمع المؤمن، أنه أحياناً تحكم مسألة ونظام المؤامرة على الناس. يعني شنو؟ يعني يجي مثلاً يرسم لك القانون اللي يقودك، والقانون اللي راح يمشيك، والقانون اللي راح ينظم أمورك. إذا قانون معتدل ينسجم ويا الفطرة يقبل العقل، الدين ما عنده اعتراض، الدين شريعة الله، ترى بس اللي ما عنده عقل يعترض على الدين، بس اللي عنده خلل يعترض على الدين. الدين شريعة الله، الله لا ينتفع من الطاعة ولا يتضرر من المعصية، من يأمرنا وينهانا إن المصلحة إن الفائدة. فاللي يعترض على الدين ويرفض شريعة الدين هذا عنده أزمة في عقله في وضعه. فهنا هاي نقطة جدا مهمة، إذا كان هناك موضوع المؤامرة ومسألة المؤامرة موجودة لازم كلامنا يختلف، لأن هاي من العلامات اللي تخليك تكشف أنت واقع تحت المؤامرة لو لا، إنه القانون اللي حكمك، القانون اللي حكمك ينسجم ويا الفطرة ويا العقل، ينسجم ويا الدين، هذا شيء طيب. أما إذا كان القانون اللي هو بين قوسين الدستور كله مطبات، كله مقالب، وأكثر من يتلاعب به هو السياسي، وإلا شوف أنت من المؤاخذات اللي تسجل على الدولة وعلى الحكومة عندما يتلاعب بالدستور ويتحايل على الدستور، يعني هو ما انكتب 100% لكي ينظم حياتك ويعطيك حقوقك ويحفظ الواجبات كاملة، لا،
هذا من الأمور اللي تكشف وجود نظام المؤامرة. يعني احنا نكون مو بس نتكلم عن الأزمة والفتنة ونغض النظر، اكو مؤامرة محاكة على الناس؟ لولا يمكن الناس بصورة عامة أمزجتهم أديانهم مللهم كل شيء، والمؤمنين يتفقون الآن عندما يشوفون واقع الناس، التعليم التربوي متردي إلى تحت الصفر، متردي، الامتحانات أزمة، المناهج أزمة، المدارس أزمة، المدرس أزمة، المعلم أزمة، الكتاب أزمة. انت روح شوف العالم كله تلقى لك مجتمع واصل الى امتحانات نصف السنة التلميذ والطالب كتاب ما عنده، كتاب ما عنده. هذا الشيء شي دلل لك بعد؟ هذن الاشارات تبين لك انه اولا انت تشخص الازمة، تشخص الفتنة وتحط نقطة وتنظر، تيجي الى حياتك الصحية اللي هي ذمة، ذمة بيد المسؤول، الأب والأم من مسؤوليتهم يحافظون على الطفل حتى صحيا، يجنبوا الأمراض، الوقاية خير من العلاج. فبتجي إلى الجانب الصحي تلقاه توأم للجانب التربوي التعليمي، هم متردي ومنحدر، هاي اثنين. نجي بعد إلى نقطة واحدة ونكتفي بها ما نكثر، الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي خل نجي، الخبزة موجودة يعني بحيث الإنسان يسد جوعته ونقول له احترم نفسك واسكت، هاي واحد. اثنين، من يطلع يفتح باب حوشة ويطلع يلقى أسباب الخبزة، يلقى أسباب الخبزة موجودة حتى يكد، يتعب يشتغل بأي لون من ألوان العمل والاكتساب حتى يحصل. لا والله، الله فوقنا وجهنم جوانا، لا الخبزة موجودة ولا أسباب الخبزة موجودة، اثنين هن ماكو. فإذا هاي ثلاث نقاط، تعليم وتربية منحدر إلى تحت الصفر، صحة ودواء منحدر إلى تحت الصفر، اقتصاد منحدر إلى تحت الصفر. ذاك اليوم احنا كنا جايين من محافظة، مرينا بالديوانية، مرينا الديوانية هاي شولة مساحة ايش كبرها، يعني تقدر تسوي مدن صناعية. ايش تصنع؟ عندك ثلاثة، اما تصنع مواد اولية، وترى هذا اللي قاعد يسووه كثير من الدول، يصنع مواد اولية تدخل في صناعات اخرى، تدخل في مجالات اخرى. يعني بامكانك أن تشغل مساحات هذه هائلة، تأخذ منها ربع هاي المساحة ما يأثر عليها، تسوي معامل ضخمة. فدي استشارة كنت مع أحد الأخوة بثلاث أسئلة أربعة، قلت له هاي المعامل بهالشكل ذن ثلاث نقاط إيش قد تستوعب؟ قال على الأقل من 5,000 إلى 10,000 يد عاملة. هذا إذا ثلاث نقاط تسوي أنت تجمع أكثر من 50,000 يعملون، 50,000 بيت، 50,000 أسرة، 50,000 عائلة، حققت قدامه خطوات، الأمل زرعته بحياته، خليته يعمل يحس بقيمته. وأنت شو مسوي؟ تنتج المواد الأولية، هاي واحد. اثنين، مصنع يصنع الأعمال والأمور اللي تتداخل بالصناعات. اكو مرات الان امور تتداخل بالصناعات، ابو الكهرباء يريد منك شيء يحتاج البلاستيك، صح لو لا؟ ابو الحديد ايش يحتاج؟ ابو الخشب ايش يحتاج؟ وهكذا. هاي صناعة ثانية لمن تدخل في صناعات. والصناعة الثالثة انك تنتج، تنتج اشياء. ترى انا يوم من الايام باحدى الدول الاوروبية دخلنا الى محل قال له انطيني هاي الحاجة الصينية، صيني. انا لفت نظري قلت له صيني عندكم؟ خو انتم عندكم صناعة هي من الاولى في العالم ما الها منازع. قال لا، هاي تجي من الصين، نستورد من الصين، الصين هاي قابلياتها. تقرأ الكتالوج مال المادة فشيء جيد، يعني انت تقدر تتلاعب في اي مادة تصنعها.
وهذا يسألوا عنه التجار، يجيب لك حاجة سعرها 1000 دينار عراقي وهي نفسها يبيعوها 10,000 دينار عراقي، هي نفسها شكلها مظهرها كلها بس محتواها يختلف، المواد الداخلة بصناعتها تختلف. هذا عندك الذوق والآن الثقافة موجودة عندك. زين، هاي مدينة هي تعتبر من أفقر المدن بالعراق، أفقر المدن بالعراق، إن ذن المدينتين يمكن كتقييم إجمالي، السماوة والديوانية، وبيهن هالمساحة. أنا إذا أجي أفكر أصنع هالصناعات هاي الثلاثة وكل شيء متوفر، الاستيراد متوفر، المواد الأولية متوفر، وأجي أشتغل، إيش قد أحول بالمجتمع تغيير بهالشكل هذا؟ شوف، هذا إذا أريد أحرك الاقتصاد وأبدي به، بغض النظر عن رأي المتخصص بالاقتصاد يمكن أوسع، بغض النظر عن رأي الخبير بالاقتصاد يعطيك استراتيجية وخطة سنوات لقدام يخليك ترتاح. بعد احنا ما ضفنا النقطة الرابعة وهي الزراعة، ما سولفنا بها لأن الوقت ما يسمح. الزراعة بعد شيء آخر، وانت تعرف اليوم التقريرات العلمية للمتخصصين في الطب والغذاء يقولون هذا الأكل أجلكم الله ليأكل الحيوان إلى أثر إذا أكل الإنسان من هذا الحيوان هم يأثر عليه، يعني شيء مترابط بشيء آخر. هاي ما سولفنا بالثروة الزراعية الحيوانية، بس إشارة، فتقدر تغير إذا أنت تنتج. ها، راح أوقفك يا من نقطة، مرينا بمعمل الديوانية مال النسيج، طلعونا قطن يصنعوه، تدري القطن يضاهي الألماني والتركي في عالميا، بس ولا مرة وزارة الصحة أخذت من عندهم قطن، تروح تستورد من برا. ها، حتى نعرف، حتى بعد نجي نحلف بالعباس أكو نظام مؤامرة، لو كافي هذا ينفهم لما أنت تشوف. هذا في الجانب الاقتصادي. أعطيك دليل على التعليم، عندنا مدارس أهلية، جامعات أهلية قاعد تشتغل تدرس، والمدرس نفسه بالحكومية هو نفسه وين؟ بالأهلية. شايف شلون؟ يعني أكو شغل، أكو قابلية، وأكو تقدم، بس هذا الجانب باء تجر وباء لا تجر. إذن هذا من أجي أوقف على ذن المفاصل، لا والله، المؤامرة تشتغل، والمؤامرة على قدم وساق، والمؤامرة قائمة في خلق الأزمة وفي تهيئة ظروف الفتن. طبعا الناس راح يكونون ضحية، فإذا وجدانان أنا وياك نتفق، الناس بصورة عامة والمجتمع المؤمن يتفقون على هذه النقاط، الأزمات والفتن أنها تحيط بهم مع وجود نظام المؤامرة، وتحيط بهم مع أنها شنو في تصاعد. يعني أنا وياك إذا ما نلتفت للأزمة ونلتفت للفتنة، لا، القادم أشرس بعد، القادم أصعب. هذا واحد، هاي النقطة الأولى حبيت ألفت نظركم إليها. اثنين، جميل جدا أنه من نقرأ القرآن ونشوفه بهالشكل يحكي عن واقعنا، وهاي الكلمات الإلهية كأنه عايش ويانا، وهذا القرآن قاعد يحط لنا المبادئ القيمة، لا تنازعوا، يحط لنا قانون، ليش؟ فتفشلوا، وإذا فشلتم تذهب ريحكم، راح نمر على المفردات. هذا فرد إشارة إلي وإلك، إذا تتذكرون أحباء الليلة الأولى، أنه مو بس واحد يقرأ قرآن ويسمع، لا، وإنما من يتدبركم يعيش ويا القرآن ويمكث ويا القرآن مدة أطول، حتى يعرف أن القرآن واقعي إليه، مو كتاب شلون ما كان، لا. هاي الآية الكريمة 46 من سورة الأنفال تريد تقول ترى السماء قريبة منكم، قريبة من واقعكم، مشخصة حالتكم، ناظرة حتى للجانب النفسي عندكم وللخلافات اللي تحيط بكم، بس يا ترى انتم شنو تشخيصكم؟ انتم من يا نوع؟ انتم عندكم عزيمة
وشكيمة وهمة وحمية وغيرة، أنه مو فقط تسمعون. إذا فقط تسمعون هذا من ضيم اللي يحكي، هذا من قهر اللي يتكلم. ليش؟ لأن إذا الناس بس تسمع ومسيطرة عليها الاتكالية ومسيطرة عليها شنو؟ العجز والكسل. خل نسمع بالله، خل نشوف. لا، هذه هم نقطة اختبار للمجتمع. يعني طالوت الله وداه ملك يقود الناس في المعركة، ما طب للمعركة، اختبر الناس يلا طب للمعركة، واختبرهم ومو هم مرتاحين، لا مو هم حاطين رجل على رجل وما عندهم كل شيء، لا كتلهم العطش، عطشوا. من كتلهم العطش قالهم راح نمر بنهر، اللي يشرب فاشل والما يشرب ناجح. شربوا، شربوا ماء، فشلوا بالاختبار، لأن هذا راح يأخذهم لمرحلة مو شرب ماء ولا تشرب ماء، لا أشرس بعد، أقسى بعد، يقولهم المرحلة القادمة أقوى بعد القادمة، أنا ما أقدر أطبيكم حرب وأنا ما مختبركم. فالقرآن يثقفنا ويعلمنا. دائما دائما نريد نقول المشكلة في فاعلية الفاعل، لا، قابلية القابل هم. ودليل اللي إذا ثقفنا بثقافة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان دائما يركز على هاي النقطة، أنه إذا المجتمع اتكالي يحيط به العجز بس يحب يتفرج ما ينجو، بس إذا عنده عزيمة شكيمة همة غيرة لا يقدر يتحرك. هاي النقطة الأولى. اثنين، القرآن ترى يتكلم ويانا بلغة المعادلة. شنو لغة المعادلة؟ سمعوني صوتكم شوية، حللوا خبزتكم الليلة، بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم. معادلة هاي لازم ما نناقش بها، حقق لي طرف الله يقول لك الطرف الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم، حقق لي طرف المعادلة، انا علي الطرف الاخر. وانا هيك اقول مو برأيي بس من خلال فهمي، شوي انتبهوا هاي المسافة، شوي افهمني خادمك انا، هاي المسافة من ادعوني الى استجب لكم، هايكو مسافة، من يحددها؟ مو يحددها المدعو، المدعو حددها، ادعوني شنو؟ يحددها الداعي، طويلة لو قصيرة، بطيئة لو سريعة، يحددها الداعي. لما الله يقول ادعوني حقق انت ادعوني، ادعوني، بس ماكو مراوي ابوك وامك نجوم الظهر وادعوني، ماكو يدعوني ربا، ماكو يدعوني غيبة، ماكو يدعوني تسقيط ما شاء الله نفر السبحة وما يخلصن مالاتنا، ماكو، لا ادعوني معادلة، لان شكرتم معادلة، هاي هم معادلة. 46 من سورة الأنفال، لا تنازعوا فتفشل، هم معادلة. فإذا نقراها معادلة وقانون هواي راح نستفاد. فإذا ثلاث نقاط قبل لا ندخل بالآية أحبائي، ذهنك وياي، أنه إحنا نشترك جميعا، لأنه النار من تجي على المجتمع والأزمة من تجي على المجتمع والفتنة من تجي على المجتمع، خصوصا إذا كانت نار تحرق الأخضر واليابس مو تحرق بس الأخضر، خصوصا إذا كانت الأزمة مرهقة، يعني تتعب العقل تتعب الذهن، بالصلاة تفكر بيها وين ما تروح تفكر بيها وماخذة من حيلك وعافيتك، وبالذات إذا الفتنة تكلف إراقة الدم، هاي حتى في أعلى مستوى الضرر وفي أعلى مستوى المحنة، هنا تشترك الناس جميعا بعد، المتدين وغيره، المؤمن وغيره، هنا تجي مفاهيم الله عز وجل يريدنا نطبقها، خير الناس من نفع الناس. الله هنا يحترم الموقف، الله يحترم الخطوة الطيبة منك، متدين انت ما متدين، مؤمن ما مؤمن، يحترمها من عندك. كل شيء يقلل شدة الأزمة، يا جماعة خلينا نكون واقعيين، إلغاء الأزمة مستحيل، إلغاء الأزمة مستحيل، وعدم وجود الفتنة هم مستحيل، ولكن تقليل شدة الأزمة
ممكن تفهموا وياي. تقليل خطر الفتنة ممكن. الآن إحنا ويا اللي يتظاهر ويا الكل ويا الكل نتفق على أمور، نتفق على أمور، الفساد موجود لو ما موجود؟ موجود، نتفق عليه شخصينا كل إحنا، وأصلا مثل مشخصينا مثل هاي وهاي، الأبيض والأسود ما عندنا مشكلة. هاي واحد. اثنين، الفاسد مشخصينا لو ما مشخصينا؟ هم مشخصينا. هاي اثنين ما عندنا مشكلة بها. مطلبنا اللي طالع يتظاهر، اللي طالع يرفض، اللي طالع شنو يسوي، واللي قاعد والكل، كل احنا ما نتفق على انه لازم نواجه الفساد والفاسد. هاي هم نتفق عليها. هاي النقطة الثانية هم متفقين عليها، انه انا وياك والكل، الناس والمؤمن وغيره، على من متفقين؟ على مواجهة الفساد والفاسد. نصب علما بعد نتفق على اليمن، نتأمل علما أن يعاقب الفاسد صدق، أنه يؤدب الفاسد صدق، أن قانون تفعيل العقوبات يفعل، لأن كل إحنا نتفق، ناس مؤمنين طالع قاعد رافض قابل، الكل يتفق إذا أمن العقاب شنو؟ هاي إحنا كلهم متفقين عليه، وإحنا إيد بإيد، ونريد الأزمة تقل، ونريد الفتنة ما تكبر حتى لا تكلفنا أكثر. زينب سلام الله عليها من راد عبيد الله بن زياد يسيء إلى الدين ويسيء إلى كل ما جرى على آل البيت، لا ما باوعت إنه مروا ما تحكي ومروا مخدرة، لا، وهي أسيرة وهي مكبلة وهي ألقت خطبتها. ليش ألقت خطبتها؟ حتى تقول للناس تعالوا، واحدة اثنين ثلاث، وشوفوا خطبة زينب في الكوفة سلام الله عليها، بيها فرد لغة إذا تريد تلاحظها، هي لغة العتاب، لغة العتاب والتشخيص. بعد ما وضعت الخطوط واضحة قدام الناس، شوي التفت لي النقطة الأخرى اللي نتفق عليها أنا وياك، اللي هي أثرتها قبل قليل، وجود المؤامرة. إذا المؤامرة موجودة لازم نحسب حساب لكل شيء. تبقى القرآن يقول أنتم التفتوا، ترى إذا تنازعتوا وتنازعتوا على شيء راح يضر دينكم ويضر مجتمعكم ويضر مقدساتكم، ترى ماكو نجاح. ولا تنازعوا، شنو؟ قبل شوية أعطيتك حكمة كنت أحفظها، قلت لك أكو مسافة بين ادعوني وبين شنو أستجب لكم، يا أهلي حددها، الداعي المدعو انطى القاعدة، أكو مسافة بين ولا تنازعوا شنو فتفشلوا، يحددها المتنازع، يحددها المختلف. وإلا ترى احنا نحمد الله ونشكر، الاختلاف زين بعض الأحيان، الاختلاف طيب. ليش؟ لأن يظهر نقاط القوة، الاختلاف يبين نقاط الضعف، الاختلاف يبين فرد شيء للمجتمع. طيب الاختلاف زين، وأكو مثل عند أهلنا هواي حلو، يقول له ما تعرف خيري إلا تجرب شنو غيري، يعني فرد شيء طيب. بس أكو شيء مهم جدا، الاحتكام علما، ولا تنازعوا فتفشلوا، أكو احتكام لثلاث. واحد، الاحتكام للعقل، هذا يحل المشكلة. هذا بالعرف أكو فرد قصة لطيفة كن نستفاد منها ونتعلم من عدها. فرد رجل فريضة بالمجتمع وكبير قوم وراد يموت، فاختبر أولاده، اختبر أولاده بأسئلة، منو اللي يجي من بعده حتى يلزم هالموقف هذا ويمسك هالمكان هذا. فسألهم أسئلة، من جملة الأسئلة قال لهم إذا إجاكم نزاع بين عاقل ومجنون شلون تحلونها؟ واحد نبه من أولاده قال له نميل على العاقل ويحله، نميل على العاقل. قال له زين إذا جوك اثنين مجانين، اثنين هم مجانين، قال له أميل على نفسي وأحلها.
قال له زين، وإذا جوك اثنين عقال؟ قال له محلولة، إذا اثنين هم عقال محلولة. فهاي أطراف النزاع، أطراف النزاع بصورة عامة اللي هي من عاشة البشر إلى يوم ظهور الحق على يد صاحب الزمان عجل الله فرج الشريف لذكره الصلوات بأعلى الأصوات. النزاع موجود والخلاف موجود والاختلاف موجود. انتم سامعين رواية النبي زين حافظينها؟ افترقت اليهود 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وافترقت وتفترق أمتي 73 فرقة. يعني الاختلاف شنو؟ يجري مثل مجرى الدهر والأيام والليالي. بس قل للإنسان لمن يحتكم؟ يحتكم إلى العقل، هاي واحد. اثنين، الاحتكام إلى الدين. الله، من أضمن الأمور ومن أطيب الأمور أن الإنسان يحتكم إلى الدين. ليش؟ لأن الدين لا ظلم فيه، لا فساد فيه، لا خراب فيه. الدين يخلي الإنسان بصراحة يأخذ حقه بالكامل. وهذا ذاك اليوم دقوا الباب على علي بن أبي طالب، دخل من الداخل عبد الله بن عباس. شلقى أمير المؤمنين؟ لقى أجلكم الله يخيط بنعاله، يخصف نعله، هذا اللي يلبسه. انت لا تنسى، يعني رئيس جمهورية، رئيس دولة، خليفة المسلمين، إلى هالدرجة يراعي الحقوق أنه يخصف بنعله، حتى قيل عنه أنه شنو؟ خاصف النعل، بالروايات خاصف النعل. راد يوصل لنا رسالة أنا وياك وللناس جميعا وللناس بصورة عامة وللمؤمنين بصورة خاصة. ابن عباس من دخل قال لي يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل؟ باوع على ابن عباس. ابن عباس خبرة عدة، يعني ذا يطلع بي للسوق يجيب له شيء؟ قال لي يا سيدي يا أبا الحسن لا قيمة له، يعني ذا أطي لازم ما أبيعه. قال له هو خير لي من امرتكم. ليش؟ أبو الحسن شي يريد يوصل لي ويوصل لك رسالة، هاي كلمته هي رسالة، إنه الاحتكام شلون من يكون للدين. لا خير فيه، فهو خير لي من امرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هاي أحفظ حقوق الناس وأدفع الظلام عن الناس، هاي هنا راح يكون كقيمة للدولة وكقيمة للحكومة وكقيمة للعمل. فإذا أحبائي لما نتفق أنا وياك على جملة أمور هذا شيء طيب جدا، بس نقف عند الاحتكام، عند العقل وسيلة، عند الدين هاي وسيلة. زين، أكو عرف، العرف هم يحكم، والحمد لله الشريعة الإسلامية هم تحترم بعض الأعراف الطيبة. مثلا العرف لا يروح ببالك، مو يعني العرف السنين العشائرية، لا، مع احترامي لهم، مع احترامنا الأهلنا، ومع احترامنا للناس الطيبة، ومع احترامنا للناس الخيرة، ومع احترامنا للوجهاء العاملين، ومع احترامنا للناس اللي قاعد تسعى بالحظ والبخت وتحل مشاكل الناس، تستر أعراض، توقف سفك دم، جزاهم الله خير، لا، مو هذا العرف. العرف يعني الذوق العام اللي انت وقت الأزمة منو يحل لك الأزمة، وقت المشكلة منو يحل لك المشكلة. هاي اللي لازم نوقف عدها ونطالب بيها بصراحة، واحنا اللي نتأمله. وانا اليوم كان بحث الليلة آية كريمة اخرى، بس بسبب هالأحداث واشتداد الأزمة ووصول الفتنة الى هالمستوى، اليوم بعد صلاة الفجر سبحان الله قريت هذا الدعاء اللي هو دعاء جيد ودعاء طيب، وراح نقرأ الليلة أنا وياك سوا. قريت بهذه النية أن الله يحفظ هالبلد، وأن الله يحفظ هالمجتمع، وأن الله يحفظ شبابنا، وأن الله يحفظ أولادنا جميعا ورجالنا ونسائنا جميعا، ويطلعنا من الأزمة بوجه أبيض، ويكفينا شر الفتنة
ومثل ما يعلمنا علي بن أبي طالب: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. الدعاء اللي قريت لك إياه اليوم بعد صلاة الفجر وأنا على السجادة: يا من تحل به عقد المكاره. هذا نقرأ بعد شوية أنا وياك إن شاء الله بهالنية، لأن الله عز وجل هم يريد من عندنا: ادعوني قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم. إذن هاي الآية حبيبي، هاي الآية يا مولاي قانون: ولا تنازعوا فتفشلوا، بعد وتذهب ريحكم، ما تبقى لكم عزة، ما تبقى لكم كرامة، ما تبقى لكم هيبة، كلها تروح. زين شلون إذا احنا متفقين على اثنين؟ بعد شنو؟ المؤامرة موجودة والعدو موجود يتربص، يتربص العدو محضر الشماتة بكل قدرته وبكل إمكانيته، يريد أن يتشمت. إذن هنا العقل يلعب دور في حل الأزمة ودرء الفتنة، والدين وأمنا كبير بيمن بعد، مو بس بالدعاء، لا أمنا بعقلاء القوم. يعني نتمنى أنه يجي الدور الآن مثل ما تقول الرواية: إذا ظهرت الفتن فعلى العالم أن يظهر علمه. هاي رواية النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا أكبه الله في النار. ليش؟ لأن الفتنة أشد من القتل. الفتنة لا عبالك أثرها اليوم، لا مجرشة تحرق الكل، وأيضا أثرها باكر أتعس، وأثرها باكر أكبر مع وجود المؤامرة ومع وجود العدو المتربص. إحنا نرجو من الله عز وجل بهالوحدة هاي اللي جامعتنا، وبهاللحمة هاي، وبهالخيمة اللي لامتنا، خيمة الحسين عليه السلام، أن نخلي الحسين قدامنا أبا عبد الله، خصوصا لما نقول له: أنا سلم لمن وحرب لمن، أنا موال لمن ومعاد لمن. هذه إلها قيمة كبيرة في السماء وفي الأرض. هاي إذا صعدت للسماء بصدق تأثر بالأرض على كل أهلها. انظر إلى المشتركات، انظر إلى أنه أنا أحذر من أن تراق قطرة دم ما إلها كل حق، أو فتنة تحرق الأخضر واليابس وما إلها كل ثمرة. إنما هنا الرجاء من الطيبين والرجاء من الصالحين، وأمنا كبير جدا بالله أن يسمع من عدنا، وأهل البيت أيضا خصوصا بهاي لياليهم وهاي ساعاتهم. يعني احنا خطار عند صاحب الزمان جاي نعزيه، جاي نواسيه، وهو يقول للشيخ المفيد برسالته، يقول له: لولا مراعاتنا لكم لاصطلمكم الأعداء ولأخذتكم اللأوى. فنقول له: سيدي يا صاحب الزمان، حتى وإن كنا غير مستحقين وكنا غير مؤهلين، لا تقطع عنا يد العون سيدي، ولا تحرمنا من نظرتك بالعطف والرحمة، وإلك الوجاهة، وأنت الأب وأنت الراعي، وأنت الحبل المتصل الآن بين الأرض وبين السماء. احنا ضيوفك سيدي، واحنا خطارك سيدي، ونطلب منك أن تحفظ هذا البلد وجميع البلدان الإلهية الإسلامية المؤمنة، وأن تحفظ شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. افتحوا قلوبكم أولا قبل لا تمدون أيديكم، افتح قلبك وادعي وياي هذا الدعاء. أنت اللي تشاهد، أنت اللي تسمع، أنت اللي تتابع، قلبك ينفتح ومد إيدك: إلهي، أمرتنا بالدعاء وضمنت لنا الإجابة، أمرتنا ألا نرد سائلا عن بابنا. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك،
ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك. يا الله توجهوا، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي، وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل اللهم على محمد وآله، وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وإن لم أستوجب لذلك يا رب بقلب صادق. اللهم اكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده. اللهم لا تخيب سعينا، ولا تقطع من فضلك رجاءنا، ولا تحرمنا الإجابة، لا تحرمنا الإجابة في دعواتنا، ببركة الصلوات ثلاثا وبأعلى أصواتكم. إذن أحبائي، هل آية اللي تخاطب واقعنا، وهل آية القريبة من حالنا، وهل آية الكريمة اللي سبحان الله كأنه نازلة بينا، هسه من نقراها كأنه نازلة بينا، قريبة من عدنا، تلامس واقعنا، هذا بيفرد إشارة أنه فعلا الله قريب مو بعيد، فباوع لها، وأنه محيط بيك، وأنه مطلع عليك، والله عز وجل يريد من عدنا النوايا، يحاسبنا على نوايانا، على نياتكم إنما الأعمال، هذه على النوايا، الله ينظر إلى نوايانا، صدق النية. الإمام المهدي عجل الله فرج الشريف، اللي والله إذا أريد نحكي بصراحة أكثرنا ألما، هو أكثرنا ألما، شقد اكو ناس متألمة، شقد اكو ناس محروقة قلوبها، بس هو اكثرنا ألما. شقد اكو ناس يحزنها هالأمر، الفتن، الأزمات، هذا الاختلاف اللي يصير بهالمستوى، لكنه اشدنا حزنا، الحزن في قلبه اشد. شقد اكو ناس الآن تصبو وتترقب ان تكون الحلول طيبة، وأن الله يجعل كيد الفاسدين والطغاة والظالمين، وهاي هاي هاي المؤسسات الشيطانية هذه اللي تابعة لأمريكا وإسرائيل، اللي هي تدمر الشعوب وتحطم الشعوب. إش قد تتأمل أنت، إش قد ما يكون أملك في خسرانها، أنت تشاطر الشعور للإمام، لأن الإمام أيضا يصبو إلى ذلك، وهو ينتظر وعد الله يظهر متى؟ يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. فهذا فرد فرصة أحبائي، أنا وياك وأسرنا وعوائلنا، خوش فرصة
أنا أعطيك إياها بيدك، هذا شعورك مع الحسين، هاي جذبتك باتجاه الحسين، هذا الاستقطاب، هاي الحالة اللي عندك سخرها وتوجه لإمامك، استشعر شوي، حس بي لعد شنو الألم اللي بقلبه. إذا أنت بس بالأزمة بالشدة يصير عندك هالشعور، لعد هذا الشعور اللي مرافقه ليل مع نهار، هاي الحالة اللي ملازمته ليل مع نهار، وتدري هو أبو وهو إمام الإنس والجن وهو إمام على الخلق جميعا، يعني شكو إنسان يتألم على الأرض هو يتألم له، وشكو إنسان يوقع بشدة هو يتألم له ويعيش له. فهاي فرصة إلك وأنت في وقت وفي ظرف متوجه إلى الله، الغفلة ضعيفة، شعورك بالمسؤولية كبير، هذا وجدانك، وجه لإمامك وتكلم مع إمامك واحكي وياه، احكي وياه وسولف وياه وشوف ايش قد اكو ألم في داخلك وانت تستشعر، انت وانت خصوصا جاي تعزيه وانت جاي تواسيه في هذه المصيبة العظيمة التي هي أبكت السماوات والأرض، إمام أبكى الجميع في مصابه، إمام الأرض والسماء بكت على مصيبته، يطلع من المدينة ويشد رحاله ويجمع أهل بيته إلا واحدة من بناته بسبب مرضها بسبب حالها لا تستطيع السفر، ممكن أن تموت في الطريق. شوية رح هاي الكلمات من القلب، سيدتي يا فاطمة العليلة، سيدتي يا بنت رسول الله، أنت الليلة وجيهتنا عند الله، أنت الليلة واسطتنا إلى الله عز وجل، أن الله ينظر إلينا بعين الرحمة، وأن الله نقول لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. وجيهتنا الليلة فاطمة العليلة عزيزة الحسين، ايدها على خدها ودمعتها على خدها، وتباوع الكل أهل بيتها يرتحلون يشدون الرحال بهالحرقة هاي اللي في قلبها، سيدتي يا فاطمة العليلة بهالحرقة اللي في قلبك نطلب الوجاهة والشفاعة. والحسين بعد عزم على الرحيل، بويه أبا عبد الله تأخذني وياك، أنا وياك بالسفر. الحسين شي يقول لها؟ بنية عليلة أنت مريضة، أنت السفر محرم عليك ابنتي، أنا خاف أخذك وياي ومن أخذك وياي تموتين في الطريق، تكون الفاجعة فاجعة كبيرة. بني أنا رايح في سفر بعيد وفي طريق لا رجع فيه. عمتها زينب راح تروح، أخوها علي الأكبر اللي ذكرها بجدها رسول الله راح يروح، رقية سكينة راح يمشن، عبد الله الرضيع هم راح يروح، عمها العباس قمر العشيرة هم راح يروح، كمن يبقى يمها؟ تقول أنا جوعدة وحمل ضعنه. ضعنهم جن غريبة وما نمن، أنا جوعدة وحمل ضعنهم، والله ضعنهم جن غريبة وما نمنهم، ما
ما أنا منهم يحملون، وأنا أتفكر له إجا ودعها الإمام الحسين بعدما كان آخر الودايا، يا جلس عندها يا ودعها ضمها إلى صدره، أبويا خذوني خذوني وياكم خذوني اخذوني وياكم اخذوني عقبكم يا اهلي يعمل عيون، اي والله يعمل عيوني ابويا وحدي بهالوطن لا تخلوني، اي وحدي بهالوطن لا يا يا تخيلوني بويا خذوني وياكم اسرج الخيال واحط فراشكم لا جلجل اللي هاي الونة للعليلة، هاي الونة يا الله، يا احط فراشكم لا جايا يا للليل. بعد شنو العتاب اللي ظلها في قلبها؟ تقلنا ابويا ما نبتكم ما نبتكم ما نبتكم بويا خذوني حالي حال فضة خادمتكم. ارتحل الركب ودعوها آل البيت، ودعها أبوها وعمها وإخوتها ومشى الركب، الله أخذت تجلس خلف الباب. يا نقعيد على درب اليمرون، اي والله اليمرون وناشد اليرحون ويجون ويجون باخبار الغاضرية بلش يدرون. ورات رابي الضعان، ورات راب الضعان ظلت تنادي، هل لا وين ما اخذهم يا حادي، بوادي والاهل تصبح بوادي، تقول العليل اش ظل عندي بعد برض المدينة. افتح لي قلبك افتح لي قلبك. يا حادي الفرقة يا الماخي ضع عنا، تقل له وين تريد ماخذ كلهن. شوية كلمات يراد لهن تأمل هذا. يا حاد الفرقة يا الماخيذ
ضعنا وين تريد ما اخذك الاهن شلون كلام هذا اظل برجاياك لو اقطع الظن يمت تعاودي وترجع علي بيت الدعاء بيت الدعاء افتح القلب آه اعلك يا فواك اعلك يا فك بالحدي يا حاد الضعون اريد انشدها لي بدمعات العيون شنو سؤالها اريد انشدها لي بدمعات العيون يردون يولا ما يردون والله يردون لو ما يردون واخذ كلمة من حاد الضعين أودعهم وزيح بدمع همي إيه شنو تقولوا آخذ كلمة من عباس عمي آخذ كلمة من عباس عمي يرد له من بعيد يصيح باسمي وقبل كفله رد ويمين ريض بيت الدعاء ريض راح اظل بالدار ناطر أظل بالدار ناطير يرد كل يوم أقول الضعن باجي يا حادي شقد صعوب كسر الخواطر علي لو فاجده أهلي وحزينة شوي ارفع لي إيدك وارفع لي صوتك ارفع لي صوتك روح الله وياك عين الله ترعاك روح الله عين الله يا أبويا يا حسين يا أبويا يا حسين إيدك شوي ارفع ليها كلمتين للعليلة قضاء حاجة روح الله وياك عين الله تر روح الله آه يا أبويا يا حسين يا أبو ارفع صوتك يا أبويا روح الله روح الله ويا عين الله روح الله يا أبويا يا حسين يا أبويا يا يا أبويا يا أبويا يا حسين وياي روح الله وياي عين الله تر روح الله بعد يا أبويا يا حسين يا أبويا فدوى لهالصوت هذا يا أبويا بس هالمرة للعراق روح الله عين الله
روح الله يا ابويا تباوع لك العليله تباوع لك تباوع لك يا ابويا ضب ايدك هذا النص اردشي من احرك يا ابويا قبل لا ينقطع نحرك واردح طراس على صدرك قبل لا ينهشم صدرك اردشي من احرك يا ابويا قبل لا ينقطع نحرك واردح طراس على صدرك قبل لا ينهشم صدرك اغفريد بعطر جسمك قبل لا انحرم منك انت بس هالليلة يمي انت بس هالليلة يمي يا من عمري دون عمرك يا من لو طال الغياب يكتن المصاب لو طال يا ابويا يكتن شنو جاب يا ابويا يا حسين يا ابويا يا ابويا ارفع ايدك ارفع ايدك سلام سلام روح الله وياك روح الله عين الله روح الله يا ابويا يا حسين بعد بعد ابويا هلي الارد وديع بالدمع سكنة ورقية ورد نام الليلة يمهل حتى نتباكى سوي الوقت ما يسمح بس هالبيت أقرأ ما أقدر القصيدة لخادم أهل البيت صفاء الدفاع الرميثي بويا هالليل أرد ودع ضب إيدك بويا هالليل أرد ودع بالدمع سكنة ورقية ورد نام الليل يمهل حتى نتباكى سوية حتى يا قلوب أترك خواتي يمشن الأرض المنية منين جتني هالمصايب منين جتني الغاضرية منين جت يا قلوب أترك خواتي ضب إيدك ضب إيدك يا قلب أترك خواتي يمشن الأرض المنية صح وياي منين جتني هالمصايب منين جتني الغاضري أي والله منين جت خوفي يا مظلوم يسبوهن القوم خوف يا مظلوم يسبوهن يا ابويا يا حسين يا ابويا يا ابويا يا حسين ارفع
ارفع ايدك ارفع ايدك روح روح عين الله روح الله وياك يا ابويا يا ابويا يا حسين يا ابويا يا حسين يا ابويا يا حسين قم لي على حيلك بسم الله الرحمن الرحيم وانت على القبلة بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعا امن يجيب المضطر اذا دعا امن يجيب المضطر اذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم عجل لوليك الفرج اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم اجعل بلدنا آمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم نبهنا من نومة الغافلين لا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين اعصمنا من الزلل سددنا في القول والعمل اللهم احفظ شبابنا يا الله اللهم من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكد ثلاثا يا سريعا اطلبوا حوائجكم ونسألكم الدعاء أولادنا بناتنا امتحاناتهم الله يسهل أمورهم يا الله ونسألكم الدعاء الساعين المؤسسين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين وبالخصوص إلى روح العلامة السيد حامد السويج ونجله رحمه الله ورحم والديه من يقرأ الفاتحة.